يعني هي حبكت في الان بتوين. افتحها نجمه. مش فاضيه، افتح انت. انا كمان مش فاضي، لسه ما خلصتش التمرين بتاعي، فاضل لي 5 حركات وانا فاضل لي 5 صوابع. صوابع؟ عيب عيب يا نجمه، احنا قاعدين في زويت محترم، بتحشي في الزويت؟ بحشي يا راجل انت، انا ببرد صوابعي. بتبردي؟ الله زمان، الله يرحم يا نجمه هانم. ماشي، حاضر حاضر، انا بتخبط. ثانيه واحده. ايوه هفتح اهو، ثانيه واحده. حاضر ثانيه واحده. حاضر حاضر حاضر. صباح الخير. لا لا ده في الوضع اللي جنبنا. صباح الخير يا فندم. ما انا ماشي صباح الخير، بس انا خايف من اللي بعدها. عبد الحفيظ بيت. حلو قوي عبد الحفيظ بيتي، طلع من بقك زي العسل. ايوه انا عبد الحفيظ بيه. الظرف ده بتاعك يا فندم. اه ماشي. اللهم صل على حضرة النبي، ربنا يزيدك من نعيمه. انا شغال برضه، هحصلك قريب. مع السلامه. الله يستر. الحق يا نجمه. في ايه؟ الشيكات اللي كنت ماضيه على نفسي الفتح بيه. مالها؟ مالها ايه؟ في ايه ده هم؟ طب ازاي الكلام ده؟ وده سؤال برضك يا هبله. هي لولا بنت حبيبتي لولتي، اكيد هي ما رضيتش ان ابوها يفضل مديون لواحد جعر زي ده، واول ما وصلت لبنان صرفت الشيك ابو مليون اهيف، وبعتت لفتحي بيه فلوسه على الجزمه القديمه. بس لو كانت برضه بعتت لنا في الظرف ده قرشين. يا راجل اصطبر، دي بكره تنغنغك. بس شفت بقى، ما سمعت كلامي، اديك كسبت. اه كسبت. بس لو كانت لولتي تقدر ترجع للواد هيتم، ابقى ما خسرتش ايوتها حاجه، بالعكس ابقى كسبت كل حاجه. بقول لك ايه يا نجمه، ما ترن لها رنه كده عشان تقول لها البقين دول. يا راجل عيب عليك، عيب عليك، ده النهارده صباحيتها. اصطبر، بعد شويه احنا هنكلمها من نفسنا نسال عليها. اه عندك حق. يما الرعب اللي انا فيه ده يا وليه، ايه اللي زرع عينيك كده؟ ايه مالك في ايه؟ دي موضه، العين حسب اللبس. يعني لو لبست حاجه حمراء هتوريني العين الحمراء؟ لو انت السادي، احنا واخدينهم هديه على البيجامه الزرقاء بتاعتك، تاخدهم تلبسهم انت عشان تنبسط؟ ومين قالك ان انا لو لبستهم هنبسط؟ ده انت باينك تهفيت يا بعيده.